المسافة بعيدة وبالتالي كرة عرضية قد تكون، رأسية قد تكون، للوحدة قد تكون، قد تكون مع جواو بيدرو، ستكون ستكون الرقم 9 أو لا من غيره بارا رأس الجدول. شوف الكرة اللي خذها لوكاس بعد أن ترك الدفاع، شوف الكرة التي وصلت إلى بيدرو بعد أن تقدم للهجوم. الله يا بيدرو، الله على الوحدة، بعشرة لاعبين الآن يتقدمون بهدف مهم، إنه إن لم تدخل سيدخل بنفسه إلى المرمى. هذا والآن هذه واحدة، التمريرة إلى بيدرو، راح يتصرف، راح يتصرف، لا تقول لي كيف راح يتصرف، راح يتصرف، لا تقول لي كيف راح يتصرف. جو بيدرو عدى، عدى يا رب، مستحيل مستحيل، لا تقول لي كيف راح يتصرف. الشيء يستطيع أن يصنع أجمل الأشياء، أقوى الأشياء، كرة لا خطورة لها، لكرة لا يمكن إيقافها. أي مهاجم يلعب في دورينا، أي تسعة، أي قميص يتحرك، أي رعب يرسل إلى الخصوم. أي بيدرو، أي بيدرو، أي بيدرو، 2-0، 2-0، مهاجم بين أربعة مدافعين لا يهم، إنه يستطيع أن يقوم بالمهمة كلها. يا له من بيدرو. إسماعيل الآن في كرة ثابتة يريد أن يشارك في هذه الليلة والنقاط، يلعب لك كرة قوية. الله، قد يأتي من يأخذ مكانك في الملعب، لكن لن يأتي من يأخذ مكانك في القلوب. إن كنت تفعل ذلك لجذب انتباهنا فالأمر ينجح يا سمعة، فالأمر ينجح يا سمعة، بل ينجح وأكثر. الرقم 10 تكفيه واحدة، لقطة أولى، لمسة أولى، ضربة أولى. الله يا فيلسوف، يا فيلسوف، إنه يضع كل سنوات العمر في واحدة من لقطات العمر. لا لا لا، إسماعيل وقف، يعني انساها، يعني خليها، يعني استمتع فيها. الله على لقطة يلوي بها الأعناق، الله على لقطة يسرق بها الأضواء. ماذا تريد أن تقول في هذا العمر يا سمعة؟ ماذا تريد أن تعلمنا، أن تذكرنا، أن تخبرنا، أن تقول لنا؟ أيهما أجمل، سمعة أم بيدرو أم الوحدة؟